هذا وابتعدت قناة الجزيرة كل البعد عن المهنية الإعلامية والاحترافية إلى التزوير والتلفيق والإنكار نتيجة استخدامها كل كوادرها كأداة سياسية قطرية ترضي بها من تشاء وتسيء لمن تشاء، وقد أساءت لدول المنطقة العربية وعلى رأسها السعودية إرضاء لنظام إيران، بينما مجدت دعاة الفتنة والطائفية نكالا بشقيقاتها دول الخليج العربي الذي حاولت الجزيرة إنكار عروبته تاريخياً.